نعرف على انه من منظور كما اشار الاستاذ السعليتي من منظور التفكير العلمي الموضوعي الرزين يجب ان نفكر في حاله بروده وليس في حاله يعني سخونه اي بونسي افخوا او ليو دو بونسي اشو. فلان عندما نفكر وحنا في حاله غليان وفي حاله تفاعل يعني ذهني فهذا قد يعني يزيح او يبعدنا عن التفكير العقلاني الرصين والهادئ ويقربنا اكثر الى التفكير العاطفي وان العاطفه تكون بمثابه ستار يحجب عنا رؤيه الواقع كما هو. فلذلك سوف يكون يعني هذا في حقيقه تفاعل ليست مداخله علميه سوسيولوجيه بل يعني يختلط فيها ما هو سوسيولوجي بما هو كذلك سيكولوجي بما هو يعني شخصي. فعندما طلب مني الأستاذ أن أعطيه موضوع للمداخلة اقترحت الكاريزما الإبداع الكروي والقيم الثقافية وهي ثلاث محاور يعني يجب أن أبررها. ما هي هذه التبريرات التي يمكن أن يعني أدلي بها؟ أولا من ناحية مفهوم الكاريزما نحن نعرف كطلبة علم اجتماع سياسي أو علم اجتماع بشكل عام الكاريزما كمفهوم فيبيري يعني وتطور في ألمانيا في نهاية القرن الثامن عشر وبداية القرن التاسع عشر وأن الكاريزما حقا هي مستوحاة من حقل سوسيولوجيا الدين من عند إرنست يونغ وأن هذا الجانب هذا ديال الكاريزما يعيد الاهتمام إلى الفرد يعيد الاهتمام إلى ما هو غير عقلي وما هو غير عقلاني في السلوك البشري بمعنى أن هناك شيء لا يمكن أن نخضعه للفهم والتحليل السوسيولوجي بالمعنى الذي يعني نعرفه في السوسيولوجيا الوضعانية أي عندما تكلم عن الوضعانية هنا أحيل إلى أوغست كونت. فالكاريزما هنا يعني في القليل أن السوسيولوجي أو حتى جماهير الناس سوسيولوجيين يلاحظون ظواهر كاريزماتية معيشة أي يعني متحققة في لحظة معينة لملامستها. فنسمع عن شخص كاريزمائي نسمع عن امرأة كاريزمية نسمع عن تنظيم أو حزب سياسي أو نقابي أنه يستلهم عناصر كاريزمية لكن لا نعيشها لا نتلمسها لا نستشعر أهميتها في سياقات مجتمعية معينة فقط في حالة مثلا التعبئة الوطنية من أجل الاستقلال أو ضد الحرب على العراق غزو العراق أو في لحظات التي لا يمكن للأجيال أن تتشاركها بطريقة مستمرة. هناك أحداث اجتماعية هناك لحظات اجتماعية التي تعيد يعني الإحساس الجماعي ب ظاهرة معينة ونسميها بظاهرة كاريزمائية أي الظاهرة التي يتغلب فيها العاطفة على العقل الظاهرة التي يتغلب فيها البعد الفردي على البعد الجماعي والتنظيمي وأن هذه الكاريزمائية يجب أن تكون في ظروف ساخنة أي الشو وليس أفخوا بحال لا فيزيون في فيزياء النظرية لا فيزيون أفخوا إلى فيزيون الشو. فغالبا ان لا فيزيون كتسم الشو انه جامي افخوا نحاول ان نخلق هذه الطاقه الفيزيائيين يحلمون بخلق الطاقه مما هو يعني بارد كما يمكن ان اقوم ب روباساج نحدد حوايجي بالحديده بارده فهذا هو الفكره ديال لا فيزيون افخوا عوض ان اقوم بان الحديده تكون سخونه. فلذلك قلت على أن مسألة الكاريزما يجب أن نتحسها في لحظات مجتمعية التي نتقاسم فيها شعور بأن شيء ما مهم قد حصل. ثم ثانيا أن السياق الذي أريد أن أتكلم فيه هو سياق الإبداع الكروي. فالإبداع هو في الحقيقة لحظة كاريزمائية شيء غير معتاد شيء يخرج عن المألوف شيء لا نعيشه دائما بل تعيشه أجيال في لحظة معينة كما قلت التعبئة الوطنية من أجل الاستقلال أو استرجاع الأقاليم الجنوبية المغربية أو لحظات يعني الدفاع عن القيم الإنسانية الكبيرة فيما يتعلق جنوب أفريقيا ويعني
يعني مناهضة نظام الأبارتايد أو ما إلى ذلك. فهذه اللحظات هي التي تشكل الشروط الإبداع الكروي الذي يتطور إلى ظاهرة كاريزمية، وسوف أوضح ما هي هذه العناصر التي ساعدت على ذلك. لكن في المجمل القول سوف أفضي إلى أن القيم الثقافية هي التي جعلت هذه الظاهرة الكاريزمائية ممكنة. فحتى ماكس فيبر عندما يتكلم عن الظاهرة الكاريزمية يربطها دائما بالمجتمعات التقليدية أو التقليدانية. فالمجتمعات المعاصرة لا تفرز ظواهر كاريزمية بالمعنى الذي فكر فيه السوسيولوجي وفلاسفة القرن التاسع الثامن عشر والتاسع عشر، على اعتبار أن كلما تقدمت مفهوم هنا التقدم لدى أوغست كونت، كلما تقدمت المجتمعات المعاصرة من ناحية العقلانية والعلم والتقنية وما إلى ذلك، كلما ابتعدت عن ما هو تقليدي، عن ما هو ماضوي، عن ما هو ثقافي عتيق. وهنا كلمة عتيق حتى إيميل دوركهايم يستعمل أركايك، لسوسيتي أركايك في مقابل المجتمعات المعاصرة لسوسيتي مودرن. فهذه القيم الثقافية هي التي جعلت الظاهرة الكروية في سياق كأس عالم قطر وإنجازات الفريق الوطني المغربي أن هذا بعد كاريزمي. أي معنى كاريزمي؟ هنا أرى أمامي أساتذة أجلاء دكاترة أو يعني مستوى من التكوين، هناك دكتوران، هناك طلبة باحثون، يعني يجلسون بعقل وبهدوء وعليهم نوع من الوقار والحكمة وعليه نوع من الرزانة. هل كنتم هكذا أم الفريق الوطني عندما كان يلعب ضد البرتغال أو ضد إسبانيا؟ لا أظن على أننا لم نخرج عن ذلك الوقار والاحتشام والرزانة والاتزان. الكل أصبح يصرخ ويعيط ويقبل التلفاز ويصيح بأسماء اللاعبين وما إلى ذلك من السلوكات الانفعالية التي لم تعد سلوكات عقلانية. فهذه هي الظاهرة الكاريزمية التي تسقط الأقنعة، أقنعة العقل، وتفقدنا السيطرة على ذواتنا، وبالتالي نقوم بأشياء لا يمكن أن نقوم بها في سياق يعني الروتيني أو في سياق العادي. فأمام زوجاتنا وأبنائنا وحتى أشخاص لا نعرفهم في المقهى نقوم بمعانقتهم وبتقبيلهم حتى ولو كانت امرأة ومحتجبة. فكلما يعني وحتى المرأة المحتجبة نست على أن لها التزام ديني أو التزام أخلاقي أو اجتماعي، وأن زوجها بمحادثتك لن يكلمك في تلك اللحظة، وأن أخوها لن ينظر إليك، بل بالعكس سوف يجمع الكل. هذه هي لفيزيون الشوب، الوحدة التي تخلقها الظاهرة الكاريزمية. وهنا يعني كل نعرف السلوكات أو الظواهر التي أدت في المجتمعات التقليدية الطابع الديني أو الطبيعة الدينية من المجتمعات المسيحية أو الإسلامية أو اليهودية أو اليهودية، التي يأتي شخص المنقذ أو شخص النبي والذي يجمع حوله جميع المتناقضات الاجتماعية والثقافية والفكرية ويعطي للأفراد نوع من الإحساس بالانتماء إلى شيء ما، إلى شيء جماعي ليس فردي بل إلى شيء جماعي، وأن الأنا تنصهر في الآخر في الغيرية، ويصبح الذات الفردية جزء من الذات الجماعية، وأن الذات الجماعية هي محصلة للذوات الفردية. فهذه الأشياء أننا لم نعد نعيش في مجتمعات دينية حتى نتبع رجل دين أو نتبع نبي أو نجمع شخص له كاريزمية ومؤهلات شخصية. الآن عشناها في طبيعة مختلفة مع وليد الركراكي كفرد. فلولا شخصية وليد الركراكي وذهنيته وطريقة تعامله مع الشأن الرياضي الكروي من ناحية الاستراتيجية، التكتيك، التدريب، الإعداد النفسي والإعداد الديني والإعداد البدني للاعبين، إعداد الطاقم، والتواصل مع الشعب المغربي من خلال القنوات يعني إما الرياضية أو من خلال المقابلات الصحفية وما إلى ذلك، وأنه يجيد ليس فقط اللغة الرياضية أي سيمياء الممارسة الكروية فوق العشب، بل حتى
يجيد سيمياء اللغة التواصلية مع الجماهير مع الشباب. سير سير تيقول لهم انا ملي كنسمعكم كتقولوا سير سير كنبغي نزيد انا براسي كنبغي نخرج على التيران. دونك ها هي من ناحيه يعني ساتكلم عن السرديه. اللسانيه الكرويه مهمه جدا من ناحيه يعني خلق هذه اللحمه بين مدرب له تصور له رؤيه مهم جدا. الانبياء لهم رؤيه. رجال السياسه على المستوى العالي لهم رؤيه ويجمعون حولهم كل من يتقاسمهم او يستشعر اهميه الرؤيه ويمشي معهم سير 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 الى الهدف او الى التاهل. المساله الثانيه في شروط الكاريزميه هي ليس فقط الفرد، الفرد لا يغير التاريخ بل يجب ان تكون هناك قوه اجتماعيه او قوى سياسيه، وهنا في هذه الحاله قوى رياضيه معبأة أو قابلة للتعبئة لكي تسير وراء الرؤية رؤية الملهم الكاريزمي اللي هو المدرب. ثم بعد ذلك هناك الشعب، هناك جماهير رياضية التي ضحت من كل شيء، باعت بقيرتها ولا موتورها ومشاو باش ياخذوا البيي ديال تذكرة السفر إلى قطر لكي يسكن في فنادق فاخرة ولكي يعيش تلك اللحظة، تلك البوتقة، البوتقة التي تنصهر فيها الذات الفردية مع الذات الجماعية ومع الشخص الملهم. فإذا هذه العناصر الكاريزمية تحققت. فهناك الرؤية الفرد الرجالي، ثم عندنا الجماهير التي تلقفت والتقطت ذلك الخطاب على اعتبار أنه سوف يعطيها تجربة أو سوف يعيشها تجربة لم نعيشها منذ على الأقل 1986 لكن بكثافة وحدة أكثر من 86. فإذا كان التهيؤ ننتظر waiting for Godot، ننتظر جودو عودة جودو جودو من فاريا إلى الركراكي، وأن هناك لحظة انتظار والنزعة الانتظارية في كل الحركات الكاريزمية مهمة جدا، أننا ننتظر مخلص منقذ ملهم لكي يوصلنا إلى أهداف نحددها جماعة. فإذا المسألة الثانية هي العلاقة بين الرياضة والسياسة في السياق المغربي. في الحقيقة تكلمنا أكثر عن السياق المغربي والجزائري، نتكلم عن تونس لم نتكلم عن ليبيا ولا عن مصر. فالإحباط الذي أصاب المصريين وعند يعني أو الجزائريين كذلك عند إقصائهم وكذلك الليبيين والموريتانيين في عدم تمكينهم من المشاركة أدى كذلك إلى نوع من أن الشعب المصري أو الليبي أو التونسي أو أسقط جميع تطلعاته ورغباته على المجتمع على الفريق الوطني المغربي، وأن فريق الوطني يعد فريقا وطنيا بل أصبح فريقا قوميا وفريقا قاريا، بحيث ان عندما نحلل الخطابات مجموعه من اما اللاعبين او الرياضيين او الناقدين يقول لك جو مو سون ماروكان دون مون سون. سمعت مجموعه من الافارقه يتكلمون بهذه النبره وبهذه يعني بهذا الشغف. فاذا الكاريزميه تدفع بالحدود، يعني تفجر الحدود التقليديه و تضعنا أمام ظاهرة جديدة. ثم أن عندما نتكلم عن العلاقة بين الرياضة والسياسة نتفق مع زملائي على أن السياسة تستلهم الرياضة والرياضة تستغل السياسة أو العكس حسب تغيير الأدوار. وهذه مسألة بالنسبة لي عادية، أنا لا أفرق بين الدوائر الواقع الاجتماعي، ما هو رياضي ما هو ديني ما هو اجتماعي. هذه الحقيقة نعم ورثناها عن الوضعية المنطقية الوضعية الوضعانية بشكل عام، على أن كاين في المجتمع دوائر مختلفة ومستقلة بذاتها عن الأخرى. لا، هي في الحقيقة هي الفصل هو نظري منهجي وليس فصل واقعي. ففقط العقل عندما يحلل فهو يقوم بترتيبات ذهنية لكي يميز بين الدوائر، لكن في آخر المطاف يجب أن يعيد جمع لأن الواقع واحد لا يتجزأ. بالنسبة للرياضة هنا أنا أراها على أنها شكل من أشكال التعبئة الاجتماعية الشاملة. في سياق المجتمعات الحالية الرياضة هي يعني
تعبئة اجتماعية، لأن لا يكفي أن يكون فيها الرياضي، بل فيها الرياضي والمعد البدني والمحضر الغذائي، وفيها العامل النفسي، وفيها العامل يعني الجماهيري والالتحام والشعارات والإبداع الفني والغنائي والموسيقي، كل هذا يؤدي إلى يعني هذه الديناميكية. ثم أنه مرتبط الرياضة وكرة القدم أصبحت مرتبطة أكثر بالتنشئة الثقافية للقيم المشتركة. وهنا بيت القصيد عندما أتكلم عن القيم الثقافية، لماذا تميز الفريق الوطني المغربي على باقي الفرق الأخرى التي كانت أكثر منا تاريخا ووزنا وثقلا وإبداعا؟ بل لأن الفريق الوطني المغربي بنوع من إنالشيمي ماجيك استحضر عناصر في الثقافة والمورود الثقافي المغربي، ولم يكن له يعني عقدة في أن يظهرها على أننا نحب أمهاتنا أكثر من زوجاتنا. فإذا استلهام كذلك بعض المقولات التقليدية التي كنا نخجل في اليسار المغربي في السبعينيات والثمانينات أن نرجع إليها، القيم التقليدية بحال الرضا، رضا الوالدين، بحال النية، بحال الصبر. هذه القيم هذه أظهرها المغرب في على شكل كوني، بمعنى أننا مجتمعات نتوق إلى المعاصرة، لكن لا نريد أن ننفصل عن هوياتنا وعن جذورنا وعن ثقافتنا. الجديد للجدة والبالي لا تفرط فيه. فإذا هل من الضروري لكي أصبح إنسانا معاصرا أتخلى عن جذوري وعن ثقافتي وعن قيمي؟ لا. فإذا المغاربة جسدوا هذه القيم الثقافية التي نعرف منذ ماكس فيبر على أنها الثقافة التقليدية والتقليد ضروري من أجل التعبئة الشاملة، وأن نقود مجتمع الذي يتوحد حول قيم معينة لكي يذهب إلى أهداف أكثر يعني عصرنا وأكثر رهينية. ولكي أنتهي، أعتقد بقيت جوج دقائق، عندما أنا أريد تكلمت عن السرديات والانتصارات الكروية، فعندما كنا أمام إسبانيا كنا نتكلم عن معركة واد المخازن، عندما كنا نتكلم عن البرتغال تكلمنا عن معركة الزلاقة، ثم مع فرنسا استلهمنا بعض العناصر من التعبئة الوطنية من أجل الاستقلال. فالذاكرة الجماعية لا تنسى، الذاكرة الجماعية تخزن إلى حين وجود سياقات يعني متشابهة. وأخيرا مسألة مهمة جدا، هو أن لدى الشعوب المغاربية والعربية والإفريقية رغبة في الوحدة والتوحيد، أن الشعوب تجاوزت الأنظمة السياسية وأبانت على أن ما يجمعها هو أكثر مما يفرقها، وما يفرقها ليست له أهمية. يقول لك هذوك السياسة، احنا مخلينا السياسة للسياسيين، وإحنا بمعنى الجماهير كقوة فاعلة عندما تتملك فكرة وتعطيها شحنة عاطفية وتتوحد وراء زعيم، فالنجاح سوف يكون يعني حليفا لأي مشروع ليس فقط كروي رياضي بل سياسي، يستلهم هذه العناصر التي تكلمت عنها، عناصر التعبئة الاجتماعية والثقافية من أجل بناء مجتمعات مغاربية وعربية وإفريقية أكثر تطورا وأكثر يعني اندماجا من ما نعيشه في هذه اللحظة. وشكرا جزيلا.